بالنسبة لأول تجربة هنعملها في المعمل هي تجربة الانفيرتنج والنون انفيرتنج امبليفاير. هنبدأ بالأول بالانفيرتنج امبليفاير، دي الكونكشن المعروفة بتاعته، ادي الطرف النيجاتيف ودي البوستيف، في هنا طرفين البايس البوستيف نيجاتيف 15، هاخد من الاوتبوت فيدباك ومدخلها على الانبوت مقاومة ار اي، الطرف البوستيف نازل على الجراوند مقاومة او من غير مقاومة مش هتفرق معانا في الاكس. المعادلة بتاعت الانفيرتنج امبليفاير الجين بتاعه بيساوي نيجاتيف ار اف على ار اي، يعني اعتمد على الكونتين دول. اللي هنعمله في التجربة اننا هنخلي عندنا تو فاريبل بس، نغير واحد ونتفرج على تغيير التاني. ايه الفاريبلز اللي عندنا؟ الار اي دي ثابتة هثبتها على 10 كيلو، تمام؟ الار اف هسيبها متغيرة، الفي انبوت ثابتة، يبقى اتبقى تغير الار اف مع الفي ار. الفي انبوت ثابتة على 5 فولت، دي ثابتة على 10 كيلو، كل ما هتحط قيمة للار اف هتغير الفي اوت اللي طالعة. طب على اساس ايه؟ على اساس الجين. المطلوب قيم مختلفة للجين، عايز الجين بزيرو بنيجاتيف 0.47، لاحظ ان الجين بالنيجاتيف لان ده الانفيرتنج امبليفاير، يبقى دي مجموعة الجين اللي انا عاوزاها. هبدأ اعوض بالجين هنا واعوض بالار اي، حسبت قيمة الار اف المقابلة ليها. واضح في الجدول، ادي قيم الار اف اللي المفروض استعملها عشان تطلع الجين. هحسب حاجتين عن طريق الجين ده، لو انا قايلة مثلا الجين بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 يبقى لما اجي اعوض المفروض تطلع لك الار اف ب 10 كيلو. تعالى قيس، دخلت 5 فولت، الجيم بنيجاتيف 1 المفروض تطلع نيجاتيف 5، يبقى النيجاتيف 5 ده الفي اوتبوت ثيوريتيكال اللي هو هنا، يبقى ده اللي من المعادلات كان المفروض الفولت يطلع كام. ابدا اوصل الدايره بالشكل ده واقرا الفي اوت اللي طالع، شوفوا هو بالظبط قد اللي طلع ولا مش قد، تمام؟ يبقى عندي الفي اوت ثيوريتيكال والفي اوت اكسبيرمنت. نبدا كده نشوف الكونكشن بتتعمل ازاي. ده الاوب ام، دي اطرافه، الطرف الانفيرتنج النون انفيرتنج، طرفين البايست، وده الاوتبوت، كل ده نقطه واحده. عشان اوصله هوصله على 4 نقط مختلفين بالشكل ده. طيب ايه تاني محتاج يتوصل؟ محتاج ادخله الار اي والار اف. الار اي داخله على الطرف النيجاتيف والار اف واصله كده. طيب الار اف بكام؟ فاريبل سيبها دلوقتي. الار اي ب 10 كيلو، دور على المقاومه ال 10 كيلو ادخلها على طرف الانبوت. انا كده خدتها من هنا على نقطه جديده، تمام؟ طب والطرف البوستر واصل بالجراوند عن طريق جامبر، هقدر انزل لحد الجراوند. طالما انا حددت ان ده الجراوند، روح ظبط السبلاي الاول من هنا. عشان اظبط السبلاي لازم دي تبقى واصله، لازم دي تبقى واصله بالجراوند. هطلع البوست ب 15 لغايه فوق، وده الجراوند. كده النيجاتيف 15، لاحظ ان انا عديت على الجزء ده عشان انا بس عايز اوصل للبورده، انا لسه مش محتاجاه في الجزء الاولاني، شغل الجزء الاولاني الدي سي بس. تمام، يبقى انا هنا السلك اللي وصلته ده وصل باللود دي، انا اصلا عاملاها جراوند، تمام؟ نكمل باقي الكونكشن. لازم البايس بتاع الاوب ام بيبقى واصل. البايس ده البوست 15 والنيجاتيف 15 عمره ما هيشتغل من غيره، يبقى هاخده عن طريق اي سلك من النود دي بس، هي دي اللي بوست 15، وهاخد النيجاتيف اوصله على النود اللي تحت اللي كنت عاملها نيجاتيف. طيب فاضل ايه في الكونكشن لسه ما اتعملش؟ فاضل احط سكه الار اف. الار اف محتاجه اوصلها ما بين الطرف الاوتبوت وبين الطرف النيجاتيف، هي واصله عليهم هما الاثنين. ادي طرف الاوت من عند المربع ده وطرف النيجاتيف على المربع ده، يبقى انا محتاجه اوصل المقاومه بين الاثنين دول. يبقى انا ممكن احط قيمه الار اف كده، بما اني هشيلها واحطها كذا مره احطها في حته سهله عليه، يبقى انا هطلع بس بالمربعين دول لفوق. وادي قيمه المقاومه، دي بقى مش 10، دي هغيرها على حسب القيم اللي موجوده في الجدول. طيب اكمل ازاي؟ عايزه ادخل الانبوت ال 5 فولت، في هنا السبلاي البوزيتيف نيجاتيف 15 هو اللي هستعمله، كان ممكن اخد دايركت من ال 5 فولت، تمام؟ بس كان حل بديل هاخد ال 15 عن طريق بوتنشيومتر. ادي شكل البوتنشيومتر اللي هاخد عليه الفولتج ديفايدر، دي قيمه المقاومه اللي بتاخد السبلاي. يبقى هوصل هنا الجراوند، هوصل هنا قيمه السبلاي الاساسي. من الفاريبل ده هقدر اخد الفولت اللي انا عايزاه عن طريق ان انا اغير ده. خدها على 4 نقط، محتاجه الطرف ده ينزل للجراوند. والطرف اللي فوق هاخده من البوست ب 15.
طب ليه ما وصلتش بالنيجاتيف 15؟ لان انا مش محتاجه ده يطلع نيجاتيف، انا بس محتاجه منه بوزيتيف 5. وكل اللي هعمله ان انا هوصل ده بده، انا كده خلاص كملت المسار ودخلت هنا. طب اغيره ازاي؟ لاحظ ان انا اظبطه مطلع 5 والدايره كلها شغاله، لان اي تغيير في الدايره بيأثر على القرايه. طب لو نبدا كده، اول قرايه عندنا للار اف المفروض احطها هي جراوند او زيرو، تمام؟ احط زيرو يعني اعمل ايه؟ يعني اعمل شورت سيركت مكانها. انا كده حطيت الار اف بزيرو، ابدا اشغل السبلاي. هتاكد من كذا حاجه وانا بشتغل. اجيب الافو هظبطه على الفولت، هو الديفولت بتاعه اوتوماتيك يظبط الرينج لوحده ويختار اي سي او دي سي برضه بقى. يبقى انا هحط الجراوند، تمام؟ هسيبه في الجراوند. ايه اللي انا محتاجه اتاكد منه؟ هتاكد الاول ان البوست في 15 ده مظبوط، تمام؟ ممكن يكون متغير من هنا، فهبدا اغير ده بحيث يجيب لي 15 بالظبط. واتاكد ان النيجاتيف 15 سليم، تمام؟ يبقى فاضل اشوف ده مطلع كام. انا عايزه يطلع 5، مطلع 2 وشويه، يبقى هبدا اغيرها. لحد ما الاوتبوت اللي طالع يبقى 5 فولت تقريبا يعني. يبقى كده المفروض هبدا اقرا الاوتبوت اللي هعمله. هحط اول قيمه للمقاومه وهسجل الفي اوت كان قدامها كام. المفروض دلوقتي انا حاطه قيمه المقاومه بزيرو، يعني الجين بزيرو، يعني الفي اوتبوت بزيرو. واضح ان الفولت هنا قيمه صغيره قوي، حاجه بالملي فولت، ده تقريبا زيرو، تمام؟ بسبب بس هزه اسلاك هي مش متظبطه قوي، انما هي الحاله الايديال زيرو. انت طلعت لك 51 ملي، يبقى نكتب 51 ملي، يبقى ده ايرور عندي في التوصيل، تمام؟ هعمل القيمه اللي بعدها، هي وصلت للزيرو. القيمه اللي بعدها عندي في الجدول 4.7، يبقى هبدا اوصل 4.7 مكان الزيرو. لاحظ حاجه، غيرت الدايره، يبقى لازم اتاكد ان البوتنشيومتر ان فولتج ديفايدر مطلع نفس القرايه اللي كنت ظابطاه عليه، تمام؟ يبقى كل مره هلعب فيها في الدايره هروح اتاكد ان ده كان مطلع 5، هاخد قرايه الاول. يبقى انا بسجل قيمه الار اف وقيمه الاول، هعمل كده في كل قيم الجدول واقارن الفي اوت اللي طلعتها بالفي اوت دوت فيرو. لاحظ حاجه، ان عند القيم العاليه للمقاومه هجرب عند ال 47، الجين عالي قوي، الجين عالي عن نيجاتيف 15، يعني لو جربت ال 47 اضرب كده ال 5 47 وشوف الجين قد ايه، يبقى الجين بتاعك كبير، تمام؟ طيب اعمل ايه؟ هتبص تلاقي ان الاوتبوت اللي طالع مختلف كتير قوي عن الاوتبوت الحقيقي. طيب ازاي؟ المفروض كان يطلع قيمه عاليه. طالما البايس بوزيتيف نيجاتيف 15، عمرك ما هتاخد من الاوب ام بفولت لا اعلى من 15 ولا اقل من نيجاتيف 15. ده انفرتنج امبليفاير، لقيت ان هو وصل لحد نيجاتيف 13 وما ادانيش الحقيقي. كان المفروض يوصل لنيجاتيف 15 بس اللوسز تخليه يبقى نيجاتيف 13. يبقى لازم تبقى عارف ان الاوب ام ده عمرك ما هتشتغل بيه وهيدي رقم اعلى من كده في النيجاتيف ولا اعلى من ال 15 في البوست، تمام؟ يبقى الحاجه اللي حصلت دي اسمها اوفر دريبل، لان معروف ان هو مش حيدي خلاص. هيجيب باور منين؟ افرض انا عملت الجيم ب 1000 هيطلع ال 5 فولت، بتطلع 5 كيلو؟ لا، لا يمكن تطلع. يبقى هي دي الكونكشن. يبقى كده ده اول بارت كان بارت الدي سي، ثاني بارت هو جزء الاي سي، وبعد كده الاجزاء اللي فاضله النون انفرتنج امبليفاير هنعمل له برده دي سي واي سي. بارت 2 من التجربه ان احنا نعمل الاي سي سبلاي ندخله على دايره الانفرتنج امبليفاير. نفس الكونكشن اللي كانت موجوده ده كان شكل الكونكشن بتاعه الدي سي. هفصل بس الانبوت اللي كان داخل على المقاومه هنا عشان ادخل الاي سي بداله. طيب اجيب الاي سي منين؟ ده الفانكشن جنريتور زي ما اتفقنا، هنا الاي سي سبلاي بيطلع من هنا. يبقى انا هاخد من ده الاي سي سبلاي وادخله على الانبوت. يبقى انا دلوقتي غذيت الاوب امب ده باي سي سبلاي. طب اظبطه على كام؟ في التجربه هنظبطه على 1 كيلو هرتز ساين ويف، وهنخلي الامبليتيود متغير. عشان اجيب ال 1 كيلو هنا اظبط ده على 10 وده على 1/10، كده خليتهم 1 كيلو هرتز، تمام؟ ظبطت هنا على ساين ويف، الامبليتيود هسيبه فاريبل وهشتغل بيه طول التجربه. التجربه متقسمه لايه؟ عندي اربع قيم للمقاومات، 0 و 4.7 كيلو و 22 كيلو وانفينيتي. هحط كل قيمه من دي
وهتفرج على الانبوت اوتبوت على الاوسيلوسكوب شكله عامل ازاي. يبقى محتاجه اوصل الانبوت اللي هو السبلاي ده في الاوسيلوسكوب، ومحتاجه اخد طرف الاوتبوت اللي هنا مع الاوسيلوسكوب. هبدا باول قيمه للار اف اللي هي بزيرو، متوقع ان الاوتبوت اللي يطلع يطلع بزيرو. طب اعمل الكونكشن ازاي؟ ادي تشانل 1 دخلها على الانبوت، ادخلها على الانبوت. يبقى محتاجه اوصل، اخد سلكه من الانبوت وهوصلها بالاحمر بتاع الاوسيلوسكوب، وده هيوصل على الجراوند. طيب شانل 2 عشان اوصلها، هوصل ده على الاوت. يبقى محتاج سلك على الاوت، هوصلها على الطرف الاحمر للسكوب، يبقى دي شانل 2. طب والجراوند لازم يبقى كمان جراوند مع الجراوند التاني. يبقى انا كده عملت كونكشن للاوسيلوسكوب. حط قيمه المقاومه الار اف، هبدا اجيب الامبليتيود من اوله لاخره واتفرج على الويف ايه اللي هيجرى. شغل الاوسيلوسكوب، محتاج اظبط الفولت بير ديفيجن، الاثنين يبقى زي بعض. قبل ما اظبطه روح اظبط الجراوند. وهعمله على الدي سي كابلنج. فين الانبوت اللي داخل؟ الانبوت هو السيجنال اللي بتزيد وتقل، تمام؟ واضح قوي ان الاوتبوت فاضل بزيرو زي ما هو، ده لان انا عامله الجين بزيرو. طيب هغير قيمه المقاومه، بدل ما هي زيرو القيمه اللي بعدها 4.7، حط 4.7. وابدا اتفرج على شكل الويف. دلوقتي كل ما الانبوت يزيد الاوتبوت بيزيد معاه. لاحظ ان الجين 4.7 على 10 يعني اقل من 1، اقل من 1 يبقى السيجنال الكبيره هي الانبوت، السيجنال الصغيره هي الاوت. لو حصل شيفت في الجراوند مظبوط واحنا شغالين. واضح قوي من هنا ان التو سيجنال انفرتد عن بعض. انت خلاص عرفت انهم انفرتد، ممكن اعمل انفرت عشان اتفرج بس على الويف مظبوط. ما حصلش اي حاجه غريبه، كل ما بزود الانبوت كل ما الاوتبوت يزيد. طب نجرب قيمه جديده ونشوف ايه اللي هيحصل. نحط قيمه ال 22 كيلو ونعمل نفس الكلام ونغير الانبوت والاوتبوت. اظبط الجراوند، كل ما الانبوت يزيد الاوتبوت بيزيد معاه. الجيم بتاعك 22 على 10 يعني تقريبا 2، تمام؟ احنا بنزود، والمره دي الانبوت هو الصغير والاوتبوت هو الكبير لان الجين اكبر من 1. ايه اللي بدا يحصل؟ بدات الويف من تحت تتقص. ليه اتقصت؟ بدات تعدي الليمت اللي هو نيجاتيف 15، اللي من شويه كنا شايفين انه كان نيجاتيف 13 او نيجاتيف 12، تمام؟ لو خدنا قرايته من هنا هيبقى نيجاتيف 12، بدا يتقص من عندها لفوق. طيب كمل، بدا كمان من فوق يتقص لانه عدى الليمت البوست. يبقى زي ما هو واضح انت عمرك ما هتاخد اعلى من الرقم ده ايا كان الجين اللي انت حاطه. طب للتاكيد احنا هنشيل المقاومه خالص ونخليها بانفينيتي، يعني الجين بانفينيتي. ايه اللي هيجرى؟ كده الجين بانفينيتي، كده مقاومه بانفينيتي. اللي حصل ان الانبوت ساين ويف زي ما هي والاوتبوت طلع سكوير ويف. ايه اللي طلعه سكوير؟ كل نقطه من نقط الساين ويف اتضربت في انفينيتي، وفوق قابل الليمت البوزيتيف وتحت قابل الليمت النيجاتيف، خلصت على كده وانفرتد عن بعض. يبقى ده الانفرتنج امبليفاير. يبقى لو انا حابه اعمل ساين ويف، عندي ساين ويف وعايز اعمل سكوير ويف بتمر بالزيرو كروسنج بتاعتها، يبقى ممكن اعملها عن طريق امبليفاير الجين بتاعه انفينيتي. ثالث جزء في التجربه هي النون انفرتنج امبليفاير، هيبقى ليها الدي سي بارت والاي سي بارت الجزء الرابع. نفس اللي احنا عملناه في الدي سي بالظبط في الجزء اللي قبله هنعمله هنا، بس ايه كل الفرق؟ دي كانت كونكشن الانفرتنج امبليفاير ودي كونكشن النون انفرتنج. دي معادله الجين، عندي كذا قيمه للجين هحسب لهم الار اف، هعمل الكونكشن، هقيس الفي اوت، هبقى حاسب الفي اوت ثيوريتيكال واشوف الفرق بينهم عامل ازاي. نفس خطوات اللي فاتت. الاي سي بارت بتاع دي هي هياها برده نفس اللي احنا عملناه، هنظبط السبلاي على 1 كيلو هرتز، تمام؟ وهبدا اغير قيم الار اف. عند كل قيمه هغيرها هتفرج على الان والاوت، هلاحظ ان مفيش، مش هيحصل الانفرتنج اللي كان حاصل. الويف الاثنين هيبقوا ان فيز مع بعض، هيبقوا التو ويف ان فيز. وهيحصل برده موضوع الاوفر دريفن، ان عند البوست في نيجاتيف 15 هتبدا تتقص الويف.